حياكم الله من يد مشاهدينا الكرام، نرحب فيكم. وطبعا في هذه الفقرة اللي نتعرف فيها على جديد الزهور بشكل عام أو غيره، لكن اليوم نحن رحنا غير عن الزهور، رحنا على الصبار. كنا نعرف يعني هذه النبتة الصبار هي جميلة، ولكن يبغي لها اهتمام خاص أيضا فيها، يبغى لها طريقة معينة. بنتعرف على الطريقة الأساسية للاهتمام بالصبار، أيضا جديد الأشكال نقدم فيها الصبار من خلال ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة سناء الجغبير. حياك الله، صباح الخير. أهلا، يا هلا وسهلا. بداية يعني دائما نحن متعودين على الورد، لكن اليوم غير صبار. فبداية خبرينا، ليش اخترتي الصبار بالتحديد يعني حتى يكون اختصاصك فيه؟ والله الصبار بحس نبتة جميلة وبتعيش لفترة طويلة واحتياجاتها قليلة كتير وسهل العناية فيها ومش كتير الناس بتعرفها، فحبيت أنا أبلش بشي غريب بلش الناس تحبه وتتعرف عليه. كيف احتياجاتها قليلة يعني من ناحية الماي وغيرها؟ من ناحية الماي تحتاج كل أسبوعين كمية قليلة من الماي، والإضاءة تكون معتدلة، لا شديدة ولا لا. ممكن نحط داخل المنزل، هاي الميزة فيها. جميل. إنه مش بس خارجي، ممكن نجيب إحنا ونحط داخلي. فهذا العنصر المفقوده بمنازلنا، إنه بدنا شوية خضار، بدنا شوية زرع ببيوتنا. حلو. طيب سناء، يعني احنا تعودنا دائما ان الصبارة تكون شيء قاسي يعني. صحيح. لكن ما شاء الله نشوفها هنا عندك يعني شكله وايد ناعم رقيق. هو عائلة الصباريات هي عائلة كبيرة كتير. والشوكيات اللي نعرفها احنا هي فرع من العائلة الكبيرة هاي. فهاي العائلة هي الصباريات. الشوكيات عائلة صغيرة من ضمنها. بس انت الحقيقة تقدميهم يعني بشكل وايد ملفت يعني وجميل. شكله مختلف تماما. طيب كلمينا بداية، انت الحين بتسوي هني شيء؟ اليوم نعمل على شكل اكواريوم او على شكل حوض زريعة. اول شيء طبعا بنبلش بالصباريات الموجودة عندنا. طبعا قبل ما نبلش بنحاول ننسق الاحجام، نعمل زي تيست، بنشوف انه مثلا كم وحدة بتحتاج، تنتين، ثلاثة، نعمل تيست. يعني انا هون حسب نظرتي شايف انه بنحتاج الى ثلاث صباريات بالضبط. اي صباريه بدنا نبلش فيها او اي نبته بشكل عام نبلش نحضر فيها. يقولون عاده يعني النبته اذا بتاخذينها بتشلينها من مكانها الشتله وبتحطيها في مكان ثاني لازم تكون جافه. صحيح. التراب لازم تكون جافه حتى ان الجذور مالها ما تخترب. الاهم انها تكون جافه او مبلوله او هذا كله، انه احنا نتعامل مع جذور بنعومه. شوفي يعني نعمل حركه دائريه، نعمل لك شويشه عشان نخلخل الجذور بحيث انه نشيل التراب عنها وما نأذيها، لانه هاي مصدر الغذاء تبعها كلها. من هون عايشه، هو الحياه كلها بتبلش من عند الجذور. فاول شيء بنجيب النبته، بنحاول نشيل اي اوراق ميته موجوده عندنا. وبعديها شايفه كيف خلخلناها، شلنا كل شيء، هلا بتكون جاهزه للزراعه. بنبلش طبعا هذا هو مصير كله بالنظر، بتقدري المساحات، المسافات الموجوده. انت تحطيها في التراب الموجود في داخل يعني؟ طبعا تحتاج التراب، بس هي ميزه الصباريات انه هي ما بتحتاج الى تراب كثير غميق. فهي جذورها عرضيه. صحيح. فبتنمو بالعرض، فبالتالي ما بتحتاج الى كثير قصيص يكون كثير عميق. فبتلاحظي هون مثلا اكواريوم مستخدمينه كثير شالو، مش كثير عميق. بسيط. طيب بالضبط. انواع كثيره هي للصبار يعني. عالم يعني، عشان هيك يعني في كثير مرات واحد ما يكون عارفه وما عنده فكره عنه. مع الوقت بس تدخل العالم هذا بصير انت تتعرف. يعني احنا ممكن اليوم بس نتكلم عن الصبار من خلال التزيين، لكن المشاهد يعرف ان الصبار كثير من الامور، الفوائد الخاصه بالتزيين، له فوائد تجميليه للبشره، للشعر، للشباب. انا حبيت اخذ الموضوع من ناحيه جماليه. لانه احنا بحس ببيوتنا بحاجه لشيء اخضر، بحاجه لنجيب الطبيعه من برا لجوا. شيء يدوم بالضبط، خصوصا انه الظروف شوي صعبه، فبالتالي لما انا اجيب نبات يقدر يتحمل هاي الظروف، سواء حتى كونديشن، حتى اضاءه، كل هذا بتحمله. والحلو نجيب الطبيعه من برا لجوا بيتنا. حلو. هني بعد دمجتي يعني بين اكثر من نوع. طبعا هاي مع الورود المجففه مثلا، مع الشموع تعطي شكل جميل. موضوع التزيين ايضا استاذه يدخل في ممكن جانبين، اللي داخل البيت وخارج البيت. اليوم حتى في الحدائق في منطقتنا زراعه الصبار سهله جدا. سهله جدا. ممكن خارج البيت نميل للاشياء الشوكيه، جوا البيت بنتعامل مع الاشياء اللي بتكون زي هيك سوفت وناعمه يعني. صحيح. نعم. حلو. طيب شو هذه الحبيبات اللي موجوده في التراب؟ هاي للتزيين؟ هلا مش للتزيين قد ما هي عشان نخلي التراب خفيف.
لانه الصبار بتعرف انه بيعيش بالرمل، بحب كل ما كان في هواء بالتراب، كل ما كان في فراغات، كل ما الجذور تمددت جذورة اسرع، تمشي كل ما كان التراب سميك او كل ما كان ما في اكسجين، كل ما يعني ما عاشت النبته. نعم. فاحنا كل نبته لها خصوصيتها، هاي النبته بحاجه لتراب يكون فيه هواء طبيعي، فاذا بنخلطه بالرمل بيكون ممتاز، او نخلطه بشويه حبيبات تعطيه شويه خفيه بالوزن. جميل جميل. طيب الموجودين هني ويانا يعني مثل هذه او غيرها ايضا، يعني شو المناسبة اللي ممكن تقدمين فيها هذه الهدية؟ كل المناسبات لها تنسيقات خاصة فيها، كل المناسبات يعني. جميل. أنا أشوف هني بعد اللوجو وهذا اللوجو هي صفحتكم بالإنستغرام. بالإنستغرام هو مشروعي لساته منزلي، اللي هي صبارة أندرسكور لوف. صبارة أندرسكور لوف هو مشروع لساته منزلي. هي. نعمل طلبيات خاصة حسب المناسبات. حلو. لأنه كل مناسبة لها خصوصيتها، في ناس بتحب أشياء ملونة، في ناس بتحب أشياء كلاسيكية للبيت. للمكاتب، للريسبشن، كل مكان له ممكن له خصوصا حتى اللي هي. عايش في الشقق. هذا مشاهدينا يشوفونه على الشاشة، هو صحيح صفحتهم على في المطبخ، يعني التزيين مهم. صحيح. طبعا احنا ايضا من فوائد الصبار اللي الواحد ممكن يتكلم عنها اللي تدخل في التغذيه بشكل كبير، اللي هي القول اللي عند المصاب اللي نعم قولون، الاسهال، الامساك، كلها يعني في دراسات كثيره تحدثت عن فوائدها. ولكن نفس ما تكلمت الخضره جميله في البيت اليوم، التزيين صحيح. بس تحتاج ان ربه المنزل تكون شوي حذره، يعني اليوم انت لابسه قفاز او الجلافس اللي فيدك اساسا. لا هو القفاز شو نظافه، لان هذول كلهم سوفت. لما اتعامل مع زي هاي اللي بايدها شوكيات، هاي بتحتاج صف خاصه. ثناء ايش فيك، خليكي ماسكه، خليكي ماسكه، ترى هاي حلوه مسكتها عشان نحب تحط على البلاكين. هذه تتعلق تنحط على البلاكين او على اي طرف اي شغله. هذه ممكن تطلع لنا وحده ابو هيثم بس نشوف. لا شيل وحده نشوفها، ما نشوفها بس شيلها انت، تعال ما عليه ما عليه. هذه مشاهدينا يعني مثلا تتعلق مثل ما قالت على البلكونه او شيء، ممكن انها تتعلق على الشباك. اذا عندك برندة داخليه او عندك اي شيء بالمطبخ مثلا ممكن تنحط تتعلق يعني. هذه شيل وحده نشوفها بس، شيلها انت نجيب لك اياها لين عندك بعد الحلقه. بعد الحلقه بس ثقيله. هذه استخدمتي فيها الحصى الملون. شوفي هذه بعد صباره، فكره نعم كل انواع صبار كله. هاي هون بحكي انا عن شوكيات. هذه هون مثل شوكيات هون لا ناعمه من غير شوك. ملونه هذه. الهدف من الاحجار غير انه ناحيه جماليه وتثبيت التثبيت بلس انه بتقلل استهلاكها للمي. صحيح. بقلل التبخر، فبالتالي بصير المي بتحتاجها اقل. طيب بما انك تكلمتي على المي، احنا عندنا مشكله ازليه ما انحلت، كم مرة حط ماء مثلا؟ أيوة. أنا هلا بدي أفرجيكم بالضبط. هل تقريبا إحنا يعني almost يعني خلصنا، بس بدنا نعمل لمسات لأنه بتعرف نظافة الشغل أهم شيء. صحيح. هلا رح أفرجيك كيف إحنا رح نسقيها ماء. أوكي. طيب. جميلة الحقيقة. هذا أنت ممكن توفرون الحجم اللي يطلبه أكبر. شوفي هاي في أحجام كبيرة، في صغيرة، حتى في سنجل ناعمة. طيب. تنحط على مكتب. أستاذة سناء وأنت تحطين الماء يشرحي لنا، لأن المسألة إن في بعض النباتات أنا بحكي تموت من كثرة الماء. أنا بحكي الماء. عن الصبار، عن نباتي. أوكي. قديش بحتاج ماء؟ شايف قديش هاي السرنجة؟ صحيح. كل أسبوعين. ليش بسرنجة؟ لأنه أنا ما بدي لونه أزاز. كل أسبوعين شو؟ هاي. بس. هاي النبتة قد ما بتحب الرطوبة بس ما بتكره الماء. انت بتقدر اذا بتحط عليهم انا اقول ليش ماتت عندي اللي في المكتب. لا كل اسبوعين وممكن ايام بالشتاء تروح لها كل شهر والله مره. فهي احنا خلصنا التنسيقه، بنحط ميه. عندي خمس انواع ماتوا. خمسه. برافو عليك، ترى محمد كريم وايد خصوصا في المي. فهي شايف قديش المي، هلا بتبلش بنوزع حوالين كل نبته. احنا كنا نغرقها. لا 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 ايه، تحس انه بس هذه حرام يعني، ما يمكن يبغي لها زياده. شايف كيف؟ اسبوع خلاص الحين. جميل. هيك بتكون جاهزة. طيب سناء بس سريعا، اليوم انت مثل هذه الصباره اللي هني استخدمتي الوان معها. هذه الالوان شو المواد اللي تستخدمينها حتى انها ما تاثر على الصباره؟ كلها مواد طبيعيه، يعني هاي الكره الموجوده عندي كل ما فيها طبيعي، من الوان، من احجار، من نباتات، حتى التراب جوا فيه الوان ملون، في طبقات كلها الوان طبيعيه. وهذا زي تحدي بيكون مرات انه انت بدك تلعبي بالطبيعه ونفس الوقت تحافظي على كل المكونات الطبيعيه، ما بدك شيء صناعي، ممكن اشتري صناعي بسهوله يعني. صحيح. احنا صحيح. بدنا نقدم شيء طبيعي جميل ويدوم معنا بعيدا عن الصناعي، لانه بتعرف الطبيعي له
طاقة إيجابية و بيأثر على حياتنا يعني. صح. وأيضا بعد صح. تنقية الجو يعني الكلوروفيل البناء الضوئي اللي ممكن تصير في كل مرحلة صحيح. في البيت، بس إذا عرضتها شوي للشمس أيضا هي حتى إضاءة منزلية صحيح. زي هيك كفاية صحيح. يعني ما تحتاج إلى تحطها جنب شباك أو إضاءة شمس، إضاءة المنزلية العادية كفاية. وهي ميزة الصبريات، فنحن جانا لنفس السؤال تقولي ليش رحنا على الصبريات مش نباتات؟ يمكن نبات تحتاج تحطيها جنب الشباك صحيح. أو تحطيها إضاءة معينة. هاي لا إضاءة المنزل العادية لو حطيتيها بليفينج روم زي هيك بتكون كفاية، ما بتحتاج أي شيء بالنهاية غير كمية مي بسيطة وبس. فيما لو كبرت، لأنه تحتاج لسنين طويلة لتكبر، فيما لو كبرت ممكن تنقلها على قصص تاني أكبر شوي، وهو بيصير مجال تاني كمان إنه حلو. تعمل أشياء أجمل وأجمل يعني. حلو حلو، لا فعلا إن الفكرة جميلة جدا يعني، حتى الأشكال الموجودة شفناها بشكل مختلف تماما عن اللي تعودنا عليه. هذه مثل هذه ممكن تستخدمي فيها كنوع من يعني البعض يحب يقدم مثلا هدايا او شيء، هل ممكن تستخدمين مع الصباره بعد انواع اخرى من الهدايا او شيء فيها؟ طبعا ممكن تحطي مكان. اذا بتحبي هديه تحطيها فيها مثلا وتقدميها زي حتى هون شموع، حطينا ورد مجفف. انا هون مثلا حابه برضو اضيف في عندي زي اكسسوارات بحريه كمان بتعطي حركه وبتعطي جمال للصدف والمحاط ممكن. طيب ساده، بما انك تكلمتي عن هالموضوع الان في الورد، الورود يعني انواعها مثل الاحمر بين عن الحب او شيء، مثلا اللون الثاني الاصفر البرتقالي، طيب هذه بعد انواعها بعد توضح شيء ولا كلها فصيله واحده؟ والله هي انه انت بتحب النبات او ما بتحبه بغض النظر عن لونه يعني، لانه في ناس مثلا ما إلها بالطبيعه كلها بتحب البلاستيك بتحب الصناعي وخلاص، بس الشيء الجميل يعني بغض النظر عن لونه انت رح تحبه يعني، انت بتحب الطبيعه او لا يعني. طب ليش انت تحبي بالذات الصبار يعني؟ انا بالصدفه تعلم يعني كل العالم دخلت عليه بالصدفه، النباتات العاديه كنت ازرع كثير وتموت وبدها اضاءه وبدها مي وبدها سماد وكذا، بلشت ازرع فيها بحديقتي المنزليه لاحظت انها بتعيش سنوات طويله وما بدها عناية انسيها يعني. بينما أي نبات حتى على مستوى ورود بدك عناية، بدك صحيح. على طول سماد وبدك إضاءة صحيح. وبدك كذا، هاي لا يعني أسهل وأوفر، أسهل وأوفر وبنظر جميل يعني. نعم جميل، عموما يعطيك العافية، وفعلا أن يعني اللي قدمتي اليوم وايد حلو وايد جميل وايد مميز، نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى أن الجميع العافية. يعني طبعا يتعاونون ويتعاملون وياك في هالنبتة الجميلة اللي هي الصبار. كل الشكر طبعا للأستاذة سناء الجغبير، شكرا جزيلا.